قلت ايه يا ريس؟ بص انا ممكن اعمل لك فرح في ابريل يلم لك 50,000، بس هتردهم في 50 فرح 55,000. النهارده صندوق النقد المفاوضات بتتم مع الصندوق فيما يتعلق بحزمه جديده من التمويلات بعد حزمه 2016 اللي كانت 12 مليار دولار. خد بالك ما هوش ربا، لان السنه الجايه هعمل لك فرح هتلم فيه 60,000 وهكذا. طبعا الصندوق كان له طلبات. اكتب عندك. اتفضل. طبعا بعض الشروط الدوله كانت شايفاها انها مش هتقدر توفيها. ها دكتور مصطفى، أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر استقالته من منصبه حسب موقع مصراوي الإلكتروني. يعتقد أن قرار عامر جاء بسبب تعثر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن منح مصر قرضا جديدا. اللي لا يستطيع أن يحقق الانضباط بصراحة قول لي يا فندم ده موضوع ما أنا مش قده. سلام عليكم. هتغرق. تعالى كده، تعالى تعالى. صندوق طالب من مصر حاجات قاسية. نبتدي بأول واحدة فيها طبعا الناس كلها عارفها، الدعم. طبعا الدولة لن تتخلى عن دعم المواطن، لن تتخلى عن دعم رغيف العيش. هذا جمال يا رب. الشيء الثاني المهم اللي الدكتور مصطفى مدبولي قاله، قال ان احنا قاربنا على الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. طب تضحي بيه ولا ايه يا معلم؟ ما تخافش. لا خاف. ما تخافش. بقول لك اخاف. جه الوقت ان رغيف العيش ابو 5 سغدة يزيد ثمنه. يعني الصندوق له كذا، ولكن احنا شعبنا واهلنا وبلدنا ما ينفعش اجي النهارده اقول له خد كذا وشيل عشان الصندوق. لا انا كدوله كمان لما تيجي تقول لي الدعم مضايقني واول اخره انا هعمل ايه؟ انا مستعد اسمع منكم واسمع نصايحكم، بس حد يقول لي اعمل ايه واجيب منين؟ طبعا يبدو ان احنا في الطريق ان يتم توقيع هذا الاتفاق. لرئيس الوزراء النهارده قال احنا في المراحل النهائيه للاتفاق مع صندوق النقد. انت فاهم لما البضاعه تشح من السوق الناس هتسكت؟ يعني هيعملوا ظهرات. اخرس انت. هو لغايه دلوقتي بيحاول بقدر الامكان ان هو يستوعب جزء كبير من الصدمه ويصدر لك البعض منها اللي هو فصول التضخم. دي قله ادب. علينا 20 مليار لاخر السنه و10 عجز. خلي العشرة دول على جنب. ما هو العشرة دول متصعبهاش. لا هقول لك حاجة، العشرة دول عشان التقشف. لو علينا دولار مستحق في سبتمبر، دولار من العشرين ما دفعناهوش في سبتمبر، دولة متخلفة عن السداد. الحكومة المصرية لديها توافق على القرض ما بين 3 إلى 5، قد يكون الأقرب 3 مليار دولار. انت شايفين المؤاخذة المليارات زي الكوتشينة. بالمناسبة هو رقم بسيط جدا، هذا الرقم انت بتصرفه في شهر. ايوه حاج، بس ما بسش كلمة اللي قولها تتنفذ على طول. مش بصرف الرقم في شهر، لا ده انا بصرف الرقم ده في حاجتين، في الاكل 1 مليار دولار، وبجيب ادوية بـ1,900,000. تقدر انت على مصروف مصر؟ تقدر تصرف 100 مليار دولار سنويا على مصر؟ يعني احنا بنتكلم على 3 مليار دولار اهو، ده انا بكلمك على بندين بس، بندين 3 مليار دولار في شهر واحد. فخليك في حالك احسن. يعني الموضوع مش هو ده اللي هيعمل لي انقاذ، ومش ده اللي هيعمل لنا يعني عملية ضغط خالص نهائي. لو غرقت ومت مفيش مروح مصيف تاني، فاهم؟ انت بتاخد من الصندوق ليه؟ بتاخد من الصندوق قرض، لان الصندوق بيديك شهاده. واحنا مش عاملينها عشان يقولوا علينا حلوين يعني، يعني احنا مش عاملينها عشان يقولوا شاطرين، لا. لسه مكمل في القرف ده؟ ماشي يا عم، ايه الاداء ده؟ على فكره ما عملتش بروفات، ده ارتجال. مش بس فلوس، بيحقق شهاده ثقه للمجتمع الدولي، شهاده على وضعك الاقتصادي. صفر. وهو هي دي ميزه انك تاخد تذهب الى صندوق النقد الدولي فبيديك هذه الشهاده. طب حياتي لما انا لما حياتي لا. صفر. لو ما كانش وضعك يعني مش هيديك، لو انت ما عملتش اجراءات مش هيديك. فهو ده الدخول الوصول الى صندوق النقد واللجوء الى صندوق النقد الدولي. دي الامانه. انا اعرف حاجه؟ ها؟ لا. فلكي؟ لا. بضرب الودع؟ هي دي الاوانطه وهي دي السياعه. 5 بالحب.